إذن مشاهدينا تنضم إلينا في هذه الأثناء من بيروت ماري سلمى المحلل المالية في الشرق الأخبار. أهلا وسهلا بك ماري. يعني نتحدث عن محصلة إيجابية بالمجمل للأسواق الخليجية، محصلة أسبوعية سأقف عندها عند سوق المال السعودي تحديدا تداول حفاظ المؤشر على مستويات فوق 12700 نقطة، ماذا يعني لمعنويات السوق؟ صباح الخير محمد ويعطيك ألف عافية. يعني كل ما عم نوصل لقمم جديدة بالسوق السعودي وخاصة مؤخرا عم بيكون في نوع من إيجابية وزخم لدى المستثمرين. نحن هلأ بفترة ما زلنا فيها بإعلان النتائج تبع الشركات، وهذا الشيء عم بيدعم نفسية المستثمرين. نحن يوم الخميس كان في عنا المراجعة تبع الفوتسي وشفنا الزخم عن نهاية الجلسة اللي ساعد كمان على إضافة شوية من الارتفاعات على هذا المؤشر بالحصيلة الأسبوعية. نحن هلأ يعني حتى إذا بدنا نطلع، وأنت هذه دائما بتقارن فيها وبتاخذها بعين الاعتبار، هي توصيات بيوت الخبرة. يعني الكل كان متوقع أنه يمكن المستويات أنه ما تكون تخترق الـ 12600 على أداء سنوي يعني خلال هذا العام. نحن لحديث اليوم المؤشر مرتفع بأكثر من 6%، والمستويات اللي عم نحكي عنها صارت فوق مستوى 12600 أو 12630 إذا بدنا نكون أدق، يعني هيك على المعدل يلي كان متوقع. وصلنا هلأ عم نختبر شوية مستويات جديدة أخرى. هذه المستويات اللي نحن حالياً عم نتداول عندها آخر مرة كنا شهدناها هو بزخم 2022، يعني تقريبا بحدود الشهر 5 و6 من 2022، وهلأ عم نرجع نختبرها. سنة الماضي كأداء سنوي المؤشر كان مرتفع تقريبا ب 14%، نحن هلا عم نحكي عن نصف هذه النسبة بخلال فقط 3 أشهر. بس نحن بدنا نذكر انه بالأداء السنوي تبع سنة الماضي نحن كان في عنا ارتفاعات من بداية العام لتقريبا شهر 6 بحدود 12.9%، من بعدها المؤشر اختبر تراجعات ب 13.5% قبل ما يرجع بأكتوبر من بعد القاع اللي وصل له خلال العام تقريبا خلال هذه الفترة، يرجع يرتفع ب 16% اللي أدى لحصيلة إيجابية خلال العام. من المتوقع أنه مش غريب أنه نشوف تقلبات بالمؤشر يعني السعودي، ولكن المستويات يعني بمعنى آخر ماري، هل هي الذروة للمؤشر التاسي عند هذه المستويات، أم أنه ممكن نشوف مستويات أعلى بناء إذا ما أخذنا بالاعتبار العوامل الأساسية في السوق، محفزات السوق القادمة خلال العام الحالي؟ ما زلنا في الربع الأول يعني من هذا العام والمحصلة إيجابية، لأنه أغلب متوسط تقديرات المحللين السعوديين للمؤشر التاسي كانت عند حدود 12600 أو فوق ذلك بقليل. محمد هذا اللي بدي أوصلك فيه، أنه نحن حتى هلأ إذا نحن عم نعتبر أنه نحن واصلين للذروة، ما بتخيل هذه هي الصورة. يعني نحن بعدنا عم مثل ما ذكرنا بأول 3 أشهر، بعد المحفزات كلها ببدايتها، يعني بعد ما شفنا تأثيرات إدراجات أولية، في عنا فقط كم إدراج أولي هن يلي صاروا كان الأداء تبعهم مميز جدا. يعني حتى NBC إذا بدنا ناخذها أو أفالون، الارتفاعات يلي عم نشوفها على الإدراجات الأولية عم بتكون داعمة لنفسية المستثمرين ولضخ السيولة الجديدة ضمن الأسواق. فممكن نشوف بعض التراجعات من هذه المستويات، مش عم نقول لا، وتكون يمكن تراجعات قوية، ولكن بشكل عام التوقعات للشركات وأداء الشركات خلال 2024 فيها إيجابية أكثر من 2023. يعني إذا هذا هو التفاعل مع بيانات 2023 وعم بيكون بهذه الإيجابية، فينا نبلش نحط شوية توقعات كيف ممكن تكون الأداء السنوي من هلأ للفصل، ما رح نقول سنوية، نقول للنصف العام، يعني من بعد إعلان النتائج تبع الربع الأول والربع الثاني نبلش نفوت فيه، ما راح تكون الصورة ماري بشكل سالم. أنا مضطر أشكرك، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. وصلنا إلى الختام مشاهدينا، إلى اللقاء.